يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد أئمة المساجد كان يتحدث عن الثبات على دين الله، ولما ذكر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، قام ذلك الشخص بالإشارة بالسبابة والوسطى، فلما نوقش في ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ذلك، وذلك إنه لما سأل الحبر عن خلق السماوات والجبال أشار بأصابعه، وكذلك في حديث إن الله كان سميعاً بصيراً، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أذنه وسمعه وبصره، فهل هذا القول صحيح؟ نتوقف على ما جاء عن الرسول، الأشياء التي أشار فيها الرسول نقول بها، والتي لم يشر لا نشير، ولم يرد أنه أشار بأصبعيه بين أصابع الرحمن، هذا كذاب اللي يقول أنه أشار بأصبعيه، ما ورد هذا، فلا نشير بالأصبعين في مسألة القلوب، لكن نشير بها إلى ما ورد الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار فيه فقط، نقتصر على هذا. نعم.